اسكن الحذاء هذا، فرحت لي بيت ما عندي جنطه، قلت خليني ارجع المغرب، رجعت دقيت الباب عليه شو يطلع لي، قال لي ها ها ايه، قال لي ماكو. شلون عرفه هو؟ ما يقى فقط عندنا واحد. شكرا استاذ عادل. الله يحفظك كابتن. لا تخلي بها واحد. اكثر مصطلحات تضحكك؟ الزقر. زلاطه. شكرا كابتن. كابتن ميمي دائما يقول تدخل بالتمرين، ليش؟ كابتن ميمي يحبني، يقول من تدخل محمد للتمرين يتخرب التمرين. فمن كثر ما يحبني الكابتن يقول لي يدخلني. اذا كابتن وميض وصل يمك شو تسوي انت؟ تروح والله وقت قاعد بصفي تجيب له، هو واقف هنا انا اقوم ارتاح نفسي. تفضل ترجم. هو تبين هواي محاضرين نستفاد منهم وان شاء الله الخير. الحمد لله والشكر. كابتن هواي مصطلحات. واحدة من عدن. مداخلة. واحدة من عدن. هما الجولتشي. جاوبوا بعض. في قطر مش هالمقطع. شو رايك؟ بالراس وقف. يا قناة انت؟ هي مالتي خاصة. قناة علي. زين كلمة الكابتن ما يقبل بيها. ها؟ كلمة مصطلح ما يقبل بيها. يا ولد العب بيقاع. والله فريز. صفات اخطاء. اخطاء التك. تك الايمن وتك الايسر. والجولتشي. بعد اكو عندك مثلا. هو جولتشي لو حارس. هو لاعب الحارس. اكثر مصطلحات يعني بقت بذهنك مضحكه او غير؟ There are many. I think. هوايه صراحه هوايه حلوه. يعني واحد بدا يحضرني يعني بصراحه. واحده من عدن. واحده من واحده منها. فريز. فريز كابتن. شكرا كابتن علي. حبيبي حبيبي. يا هو علي معلول. علي معلول. علي معلول الكبير. كثيرة. واحدة من عدن. واحدة خلينا نقول تك يمين تك يسار. يموت منها. شكرا كابتن. ها مال خبز خبز. وبعد واحدة. ها مال جولتشي. زلاطة. زلاطة سلاطة. تك يمنى ويسرى. دائما ركز عليها. ما يقبل بيهن. يا ولد يعني الولد يا ولد ما يقبل بيها. وبعد واحدة واحدة قوية. وانا واحدة من يمه قلت له نفرزن. قال شنو نفرزن؟ نشكرك كابتن وليد اب واخ. الله شاهد. الله يحفظك. شكرا شكرا. اكثر كلمه اكثر مصطلح ركز عليه كابتن؟ اكثر مصطلح ركز عليه فريز. مثلا كله. مثلا قاع هو لازم الهيد او الارض المفروض ذن المصطلح. ركل الكره بالراس. الولد ممنوع يعني مو ممنوع ما حلوه كلمه تصيح يا ولد تقول شباب. اي يعني مثلا جايز. اي جايز مال حسام. شكرا كابتن حبيبي. يا ولد طوب خصم مصطلحات يعني ان شاء الله بالمستقبل راح تعدل عند اللاعبين. اكيد اكيد الكره راح يسوي ذا جه كابتن ويضيع عليك هنا نازل نازل ظل يرجم. من الله هاي من الله. يضحك. مصطلح خلى ببالك كابتن وميض؟ شباحات. مصطلح خلى ببالك يا ولد. شكرا. اكثر مصطلح استفاديته وراح تعلمه للحراس مصطلح مضحك او معلومه يعني الشباحيات. ايه ما نعرف ايش الشباحيات. شباحيات الكور ذني طبعا ببالي. بعد للحارس. للحارس اكو شغله للحارس دائما يقول يركز عليه. جولتشي ماكو جولتشي يابا حارس. حارس وليس جولتشي. لاعب. حارس لاعب هو. لا اي طبعا قلنا هو لاعب الاخير. والمهاجم. المهاجم الاول واللاعب ودافع الاخير. عاش تي ذكاء. شكرا حبيبي. بقبالك. ما تكي يسرى ويمنى. شكرا كابتن. يقول شنو حذاء. شكرا حبيبي كابتن. تكيمنا ويسرى. زلاطة. شكرا كابتن. يعني فالشغلة هو صحيحة لا تجادل. أمت غلط. هاي غلط. هاي غلط يعني هاي نخطف في سفورة. تعال استفسر من عندك بس أبد لجا لأن هو الصحيح. يعني أنا سباك عقب من وصل المدرب احب اللاعب عادي اللي يسمع يسمعك يسمعك صحيح. اقول انت تكون مستمع جيد. مستمع جيد
اسمع بس اكو حاله مثل لاعب يرادي او لاعب او مدرب يرادي لا غلط هاي هاي من الاصول اللي يقول لك اياها كره القدم. شكرا لك كابتن عزيزي. كابتن وميض مثلا يحكي معلومه حلوه يقول هاي بشقد هو كله حلو هو حلو اي بشقد هاي مليونين ما يستاهل صفقه لا صفقنا ما دام شارب ماي من دجله وفرات ما دام شارب ماي من دجله وفرات انت بنهن وانت الهن بالاصل الله انت غير ترابنا انت خير ترابنا يا ابن العراق ترهم العين الوطن لونه كحل يا وميض الدور محتاج الايديك الله يا وميض يا وميض الدور محتاج الايديك مثل درجال الشهم كونك تطل هل هلت بغداد طبها ابن الفرات هل هلت بغداد طبها ابن الفرات مثل عين امي لا تخفى وتمل مثل عين امي لا تخفى وتمل رغم ما حملك ثقل والغربة موت رغم ما حملك ثقل والغربة موت فوق حملك لكن انت شقد سهل رغم ما حملك ثقل والغربة موت فوق حملك لكن انت شقد سهل الرياضة الرياضة بلا عقلك ما تفيد الرياضة بلا عقلك ما تفيد احنا محتاجين من عقلك عقل كابتن نجاح هذا عقلك ما تفيد احنا محتاجين من عقلك عقل خبره عندك ولك بالساحات زود الكل رياض وكل عراق انت مثل الله كابتن هذا نجاح نجاح